أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل تخرج الفوج 28 من طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة والمدعوين. وخلال الحفل ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة كلمة قدام الخريجين أعرب فيها عن تشرفه بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه له لحضور الحفل نيابة عن سموه قائلا إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو رائد التعليم الأول في المملكة وراعي مسيرتها المباركة، ويزيدني شرفا أن أنقل لكم تهاني وتبريكات سموه بهذه المناسبة العزيزة للخريجين وأولياء أمورهم، وتأكيد سموه أنكم اليوم على اعتاب مرحلة تعليمية جديدة تصقل مهاراتكم ومعارفكم للدخول لميدان جديد من ميادين الشرف في خدمة هذا الوطن الغالي وإعلاء صروح نهضته. وأكد سموه أن البحرين فخورة بإنجازات وعطاء شبابها، ففي كل المجالات لشباب الوطن بصمة وعطاء وعزيمة مكنتهم من الحصول على المراتب العليا وتحقيق المزيد من النهضة والتقدم والنمو لهذا الوطن الغالي، مستمدين كل سبل الرعاية والدعم من القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال سموه إنني كنت يوما ما في مثل هذا المقعد ومثل هذه المؤسسة التعليمية المرموقة التي تتخرجون منها اليوم، وأستذكر ببالغ الفخر والاعتزاز القيم والدروس والعبر التي تعلمناها في مدرسة ابن خلدون والتي أعطتني وزملائي ممن سبقوكم بالتخريج دافعا كبيرا في الحياة المستقبلية. وأضاف سموه إنني اليوم أتشرف بتحمل مسؤولية وطنية كبيرة وهي إدارة شؤون المحافظة الجنوبية، وهي أكبر محافظات المملكة وحاضنة لكبار مشاريعها ومؤسساتها، ومحافظة تعتز بتاريخها العريق ومعالمها الأثرية والثقافية من مدينة الرفاع العامرة إلى جزر حوار العريقة. ففي المحافظة الجنوبية نقوم بدور هام في خدمة مجتمعنا والحفاظ على أمننا ومكتسباتنا. وفي ختام كلمته توجه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تكليف سموه له لحضور الحفل نيابة عن سموه، مكررا سموه تهانية الصادقة وأمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح والسداد في حياتهم المستقبلية. من جانبه أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم برعاية سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لهذا الحفل، تأكيدا على ما يوليه سموه الكريم من اهتمام ودعم ومساندة للتعليم في البحرين، بما في ذلك تشجيع سموه حفظه الله للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، لكون التعليم بمختلف أنواعه يشكل دعامة أساسية للنهوض بالمجتمع واستدامة مسيرة التطوير والنمو. كما أشاد سعادة وزير التربية والتعليم باهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب راعي الحفل بالتعليم، مثنيا على جهود القائمين على مدرسة ابن خلدون الوطنية، متمنيا كل التوفيق والنجاح للأبناء الخريجين والخريجات. وقد ألقى الدكتور كمال عبد النور رئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية كلمة تقدم من خلالها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن القائمين على المدرسة بخالص التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية حفل تخرج الفوج 28 من طلبة المدرسة، مؤكدا أن هذه الرعاية السامية تضاف إلى سجل مكارم سموه وعطاياه الدائمة، وتؤكد دعم سموه الدائم للنهضة التربوية في مملكة البحرين. كما توجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية نائب راعي الحفل، ثم قام سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية نائب راعي الحفل بتسليم شهادات الدبلوم المدرسي وشهادات المغادرة لطلاب دفعة 2019.